بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم وأهلا وسهلا بكم معنا في الملتقى القطري للمؤلفين، وهذه المبادرة بين دفتي كتاب، والتي نناقش فيها ونتحاور مع الإصدارات الجديدة لأعضاء الملتقى القطري للمؤلفين ومناقشة إصداراتهم الجديدة التي تصدر تباعا. وفي هذا اليوم معي الأستاذ زميل علي حسين عبد الله إشكناني، وهو يعني بدأ العمل الإعلامي هاويا في جريدة الشرق عام 1990، ثم تولى رئاسة القسم الرياضي من عام 1993 حتى 95، وهو أيضا من المؤسسين لجريدة الوطن القطرية في سبتمبر 1995، وتولى رئاسة القسم الرياضي حتى عام 2005، ثم تولى مسؤولية نائب مدير التحرير حتى أيضا تولى مسؤولية مدير الإعلام الرقمي في جريدة الوطن من عام 2010 حتى 2019. بعد ذلك انتقل العمل في جريدة العرب من عام 2019 وحتى الآن رئيسا للقسم الرياضي. تولى أيضا مسؤولية أمين السر العام بلجنة الإعلام الشبابي والرياضي لمدة 5 سنوات، وكان عضوا في الكثير من اللجان الإعلامية الخليجية والآسيوية. حقيقة اليوم نناقش ونحن يعني في أحداث بطولة كأس أمم آسيا الدوحة 23، جميل أن نناقش كتابين لهم علاقة بالرياضة، وإن كان الحدث الأول مونديال العرب وهو الكتاب الأول للأستاذ علي، والكتاب الثاني هو أيضا يتناول كأس العالم 2022 فوق خرط الارتقاء من الرحلة إلى الحلم. الإصدار الأول مونديال العرب استثنائية أمير وإنجاز شعب، يوثق العمل الجبار في لحظة فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2010، وكان يوم 2 ديسمبر اللي تم الموافقة على ملف قطر، وحتى الأمطار الأخيرة قبل بداية المونديال، وكيف تمكنت قطر من بناء بلد جديد حديث وملاعب عالمية عبارة عن قطع من الجواهر في مختلف المدن، وكذلك تحويل البطولة لتقام في الشتاء بدلا من الصيف، إضافة إلى اختراع تقنية التبريد في جميع الملاعب المونديالية. أما الإصدار الثاني وهو بعنوان فوق خط الارتقاء الرحلة إلى الحلم وتوثيق كامل للحدث الكوني الذي استضافته دولة قطر من الافتتاح في ملعب البيت إلى الختام في ملعب لوسيل، مرورا بكل المشاهد التي عاشتها الجماهير العالمية طوال أيام المونديال، حتى تبقى هذه المشاهد وثيقة تاريخية في كل بيت قطري وعربي. ومن هنا تأتي أهمية التوثيق حقيقة لحدث مثل هذا، ونأمل أن يتم توثيق الكثير من الأحداث خصوصا بطولة آسيا واللي شهدت تحقيق أرقام كثيرة، منها سواء كان الحضور الجماهيري، التفاعل، الفعاليات وغيرها من الأمور الأخرى. أستاذ علي، نرحب بك في بين دفتي كتاب، ونتحدث عن الكتاب اللي يعني الآن نتحدث عنه، هو فوق 2022 فوق خرط الارتقاء، وما شاء الله يعني جهد كبير بذل في توثيق هذا الكتاب. تفضل. في البداية وشرح بالحضور الكريم، ومستعد لي أكون بكم اليوم، مستعد لي أكون في وزارة الثقافة
الأول يعني هذا المكان طبعا يسعدني أن يكون في بيتي الأول اللي هو وزارة الثقافة. هذا المكان الذي عملت فيه تقريبا أكثر من 10 سنوات وغادرته قبل تقريبا 13 سنة، وأعود مجددا في هذا المكان، لذلك أنا سعيد جدا يعني أني أرجع إلى وزارة الثقافة. في العادة دائما إحنا نتواجد في الملاعب وفي المنشآت الرياضية، كوني يعني أنا رئيس القسم الرياضي، ولكن يعني أيضا عملت أنا مع الإخوان سنوات طويلة. بالنسبة للكتب، وإذا نبدأ بالإصدار الثاني فوق خط الارتقاء، أعتقد أن يعني الكتاب يمكن ما يكون تأليفه صعب مثل ما أنت تدور العنوان اللي هو دائما يقول الكتاب يعرف من عنوانه. فيعني حدث كوني مثل كأس العالم، هذه حدث أكبر من مجرد بطولة رياضية ولا كرة قدم ولا 32 فريق يتنافسون في أرض الملعب. ولذلك تفكر إيش العنوان غير الرياضي اللي ممكن أقدم فيه هذا الحدث وما قدمته قطر للشرق الأوسط للعرب للمسلمين. فكان يعني عدة مقترحات، ولكن وصلت إلى موضوع فوق خط الارتقاء أنه أي دولة راح تجي بعد قطر أعتقد أنها يعني من الصعب أنها ترتقي بالتنظيم بالأحداث اللي صارت إلى ما كانت عليه. والدليل أن هي حاليا البطولة الجاية 2026 ما راح تكون في في ثلاثة مدن، ولكنها راح تكون في 3 دول. هذه بعد تصعب على الناس المهمة أكثر وأكثر. فيعني فوق خط الارتقاء أعتقد عنوان الكثير أشاد فيه أنه يعني ما اختزلت أنا كل الموضوع في الرياضة، ولأن فعلا الحدث حدث كوني، وإحنا شفنا اللقط اللي صاحب فوز قطر منذ أن يعني تم التصويت لها في 2010 وحتى إلى ما بعد كأس العالم 2022. هذه بالنسبة للكتاب الأول. أما الكتاب الثاني، أما الكتاب الأول فأنا كنت حاب أني أوثق أيضا قطر ماذا فعلت، ماذا عملت حتى تستضيف 2022. طبعا مثل هذه المونديالات وإحنا عارفين دول كثيرة عربية وغير عربية تقدمت أكثر مرة، ولكنها لم يحالفها الحظ للكثير من النقاط اللي لم تستطيع أن تفي فيها. لكن قطر ولله الحمد وبفضل القيادة الحكيمة قدرت أنها يعني تقدم ملف يشفع لها عند الفيفا، أن يعني هزمت دولة مثل أمريكا ودولة وبلد مثل أستراليا وكوريا، كل هذه الدول كانت تنافس قطر. فأنت لما تأخذ عليها التنظيف أعتقد أنه شيء كبير مش شيء بسيط. مونديال العرب لأن سمو الأمير الوالد عندما حناه العالم مبروك لقطر كأس العالم 2022 قال لهم مبروك للعرب لأنه مونديال لكل العرب، ولذلك أنا كنت حريص جدا أني أخلي المسمى الأولي مونديال العرب. وعندما استلم الملف سيدي سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني كان دائما يعد باستثنائية البطولة، منها راح تكون بطولة استثنائية، ولذلك اخترت تكون استثنائية أمير وإعجاز شعب. سمو الأمير وعد بالاستثنائية، ولكن الشعب مواطنين ومقيمين هم من عملوا الإعجاز الذي شاهدها العالم. أما من الرحلة للحلف فهذه كانت الكرتين اللي هي الكرة الأولى اللي كانت هي كرة الرحلة اللي لعبوا فيها اللي كانت باللون الأزرق، والحلب اللي هي الكرة الأورنج ولا البرتغالية اللي لعبوا فيها النهائيات، ولذلك سميتها من الرحلة إلى الحلب. هذه بالنسبة لعناوين الكتاب. قبل أن ندخل في تفاصيل الكتاب أو الفصول للكتابين، يعني يمكن أنت كنت شاهد على الحملة الممنهجة تجاه دولة قطر منذ الفوز يعني بالتصويت على هذا الملف، وأنا وأنت كنا يعني شاهدين وكنا دائما على القنوات نرد على كل الخزعبلات التي كانت تقدمها القنوات ضد ملف قطر، يعني سواء كان من التشويه سواء كان من الرشاوي وغيرها من الأمور الأخرى. لكن كيف استطاعت قطر أن تتجاوز كل ذلك وتحقق اللي ما سيتحقق أيضا في قادم البطولات؟ طبعا احنا دائما نقول واثق الخطوة يمشي ملكا. فقطر بالفعل تعرضت للكثير من الحملات لتشويه سمعة قطر لتقليل من شأن قطر،
ولكن قطر كانت دائما يعني ترد بالافعال لا بالاقوال. ويعني شاهد على ذلك انه يمكن انا وانت لما كنا نرد عليهم اكثر حاجه كنا يعني ضيوف البي بي سي، لان الضيوف كانوا من بريطانيا وفرنسا ولا من اوروبا، كنا دائما نقول لهم انتوا كل ما نكلمكم بحجه تاتون بحجه اقل، واللي هي بعض الصحف الصحيفه الفلانيه ذكرت. احنا كنا نقول لهم ان العمال واعداد العمال يعني قطر فتحت مكتب لمنظمة العمل الدولية في قطر للإشراف المطلق على كل مناطق العمل في قطر. العمال يتكلمون عنهم، جميع هذه الفئات العمالية لها سفارات في قطر ولها سفراء ولها جاليات كبيرة، فخلي السفير هو اللي يتكلم، خلي الجالية هي اللي تتكلم. لكن كنت تقول لي صحيفة مدفوع لها في أي كان من الدول أنه كتبت ولا حطت، فهذه ليست وثيقة يعني يعتد بها. ولكن السفير اللي هو يعني مؤتمن ولا هو المسؤول عن الرعاية لموجودين في قطر هو اللي يتكلم عن الأمور هذه، وهذه اللي حصل. وكانوا دائما يعني يقول لك سمعنا وقلنا، ولكن الحقيقة كانت يعني خلاف ذلك تماما. والدليل على ذلك حتى الفيفا يعني كان انت يمكن في مؤتمر الدوحة قبل انطلاق المونديال بيوم ويومين، يعني شن الفنتينو رئيس الاتحاد الدولي هجوم شنيع على الاوروبيين، قال لهم انتوا عنصريين، وانتوا لو احنا بنتكلم عن العنصريه وعن حقوق الانسان وكذا نرجع لاوروبا ونشوف اوروبا ايش اللي عملت. أما قطر فهي يعني ملفها نظيف وملفها مفتوح والكل يتابع، حتى الملاعب ووقع العمل كانت مفتوحة. فهذه بالأشياء اللي وثقتها في 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 الملف الأولاني وحتى في الملف الثاني. أنت عندما تجيب أركان الفيفا يلعبون مباراة، من سواها قبل مع عمال أي منشآت في كأس العالم، وأيضا بعض النجوم اللي أو بعض العمال يودوهم للتصوير مع نجوم العالم، المنتخبات اللي كانت موجودة، الاحتفالية اللي كانت في سوق واقف معظمها كانت من العمال اللي أنهوا عملهم انتهى العمل، فكانوا الناس يقولون قطر كانت بأجر جمهور يدور في سوق واقف. احنا مش لاقين تذاكر ندخل قبل البطولة بشهر، وانت تقول لي قطر أجر جمهور عشان يجيبوا البدرجات. هذا الجمهور كان أصلا في إجازة من العمل، لأن قطر أوقفت العمل تقريبا قبل المونديال بأكثر من شهرين أو ثلاثة تقريبا لهم. اللي يبغي تيشيرت البرازيل يأخذ البرازيل، واللي اللي يبي فرنسا يأخذ فرنسا، عطوهم الأدوات المعدات، فكانوا محتفلين. وفعلا هم كانوا شركاء في الإنجاز، شركاء حقيقيين في الإنجاز. يعني والله ما شفنا هذه قطع الجواهر اللي موجود في، يعني لما تكلم عن الساد أحمد بن علي ولا الساد لوسيل ولا الساد البيت ولا الساد الجنوب، هذه يعني قطع كأنها جواهر في على أرض قطر، يعني مش ملاعب طبيعية أبدا. أيضا اخترعوا لنا موضوع أنه هم راح يمنعون جميع الساحات اللي ممكن يشاهد من خلالها المباريات في أوروبا عكس المونديالات السابقة، وهذه كانت أكبر كذبة، لأن كانت الحرب الروسية الأوكرانية بدت، أوروبا كانت تعاني من البرد وتعاني من نقص الوقود. من راح يقعد يعني في هذا البرد الغارس؟ من راح يقعد في الساحات؟ هذه الساحات كانت تعمل لما كانت تقام في فصل الصيف، كانت كأس العالم منذ طلقتها وحتى 2022 تقام في فصل الصيف، ولكن مونديال قطر كان في شهر 12 في عز الشتاء، أوروبا برد غارس. ولذلك هذه كانت كذبة بكذباتهم أن احنا راح نمنع الساحات اللي جمع فيها الجمهور، وأصلا الجمهور مش لاقي دف في بيته، فكيف حيدف في الساحة المفتوحة؟ هي نعم. الآن ندخل على الفصول في الكتاب الثاني. طبعا يعني في البداية أنا يعني فضلت أو حبيت أن أستاذي وقدوتي الأستاذ سعد رميحي يقدم الكتاب بكلمة، ودائما يعني إحنا في الدوحة عندنا ما شاء الله، أول حاجة يعني قطر ما شاء الله يعني رغم عدد السكان القليل ولكن الكل موهوب رياضيا في الثقافة في الرسم، ما تلقى قطري إلا عنده موهبة ولا متعلق في موهبة معينة، وهذه يعني فضل من رب العالمين أنك تلاقي يعني معظم الشعب عنده هواية ويكون مثقف وكذا، وهذا يمكن الاستثمار في الإنسان القطري هو يعني من هذه الأسباب. فأنا عندما أتكلم دائما عندي ثلاث أشخاص أعتبرهم قدوة: الأستاذ ناصر العثمان اللي هو القلم الحكيم عميد الصحفيين القطريين، وبعده يجي الأستاذ أحمد علي اللي هو القلم الشرس المدافع الدائم عن قطر، والأستاذ سعد رميحي الناصح الأمين الأخ، والقلم الأنيق، إذا قلنا في قلم شرس وقلم حكيم فهو القلم الأنيق.
فأعتقد أني أنا خليت الأستاذ سعد يقدم هذا الكتاب، ويعني بديت من الافتتاح في استاد البيت من تيشيرت سمو الأمير اللي قدمه سمو الأمير الأمير الوالد في الافتتاح، إلى ميسي ورفاقه وهم يقصون الشبك ويحتفلون بالشباك اللي فازوا فيها بكأس العالم. يعني ما خليت لا شاردة ولا واردة، يعني أنا من ضمن الأمور اللي حطيتها فرحة ميسي، بكاء نيمار، حطيت أمهات اللاعبين اللي كانوا ينزلون في كل مرة في أرض الملعب وهذه ما كنا نشوفها، وثقت الصلوات اللي كانت تقام في الملاعب وخارج الملاعب، ما كانت في أي مونديال كأس عالم أنه في صلاة الجماعة أو حتى صلاة الجمعة في بعض يعني خلال الشهر في أربع جمع أقيم فيها صلاة الجمعة حتى في الملاعب، هذه كلها وثقتها لأن هذه أحداث لم تكن موجودة في المونديالات، ولا وما أدري إذا كان بتكرر ولا، ولكن إن شاء الله يعني المونديالات الجاية راح تكون في دول في دول عربية وفي السعودية، وأعتقد أن السعودية أيضا تعرف أنه نجاح قطر مهد الطريق لها ولغيرها إن شاء الله من الدول العربية، أن الوطن العربي فيه كوادر وفيه إمكانيات وقادرين أنهم ينظموا مثل هذا الحدث الكبير. أيضا من الأشياء اللي وثقتها في الكتاب علم فلسطين، أنا سميت فلسطين المنتخب 33، كأس العالم كان فيه 32 فريق، ولكن تروح سوق واقف تلقى علم فلسطين، في المدرجات علم فلسطين، في الملاعب الناس لابس الكوفية الفلسطينية، فوثقت أيضا هذا الموضوع، وثقت أيضا رفض الشعب القطري والعربي والشعب المسلم لموضوع فرض المثلية أو دخول المثليين لأرض الملعب بشعاراتهم، وهذه أيضا موثقة في الكتاب. وثقت أيضا كرم القطريين عندما حطوا في الطرقات، لأن الفيفا دائما يترك مسافة الميل اللي لازم المشجعين يمشونها لين يوصلون الملعب، فكان هذا الميل هو ميل الكرم القطري، كانوا يحطون الماء والشاي والفواكه والأشياء هذه، هذه ما صارت، الناس كانت طلع من الفلوس من جيبها الفلوس تبي تدفع، والناس يقولون لا هذه مجانا، احنا الماي والشاي هي كرم يعني لنا تقديرا لكم وللمسافه الطويله اللي راح تمشونها. فالدكتوره وفاء اليزيدي الله يذكرها بالخير عندما تاهلت الارجنتين للدور الثاني وقالت بتوصل النهائيات، الكثير من الجمهور الارجنتيني ما كان عنده فلوس انه يكمل، فتحت بيتها 30 امراه وفتحت المجلس اللي عندها تقريبا تقول لي أكثر من 40 واحد، كلمت بعض المطاعم والفنادق القطرية قالوا راحوا زودك يوميا بوجبات الغداء والعشاء لهم وخليهم عندك، يعني هذه أشياء ما صارت المونديالات السابقة شفناها في هذا المونديال. فمونديال قطر فيه قصص كثيرة، يمكن أنا لولا تكلفة الطباعة المرتفعة حاليا في العالم كله وليس في قطر يمكن خليتها 500 صفحة، يعني 400 صفحة هذه يمكن أنا شلت منها كثير من الأحداث ووثقت كثير من الأحداث اللي كان لازم أوثقها. من ضمنها الأشياء هذه أنه دائما نسمي إحنا مباراة إيران وأمريكا أم المباريات، ولكن في هذه المباراة بعد ما خسرت إيران 2-1 من الفريق الأمريكي كان هناك لاعب أمريكي يواسي اللاعب الإيراني اللي كان يبكي، فهذه يعني شيء قل نظير في العالم، يا رجل 30 يوم 32 منتخب سوق واقف يعج ليل نهار ما شف المشاجرة واحدة مشاحنة واحدة، هذه كلها يبين لك نجاح الدول العربية، الأمان اللي موجود في قطر، الأمان اللي موجود في العالم، الحمد لله احنا قطر حاليا الأول في التعليم، الأول في الاقتصاد، الأول في الأمن، يعني الأول في الصحة، هاي كلها يعني موثقة في المنظمات العالمية، فهذه كلها يجي من ايش؟ يجي من دعم القيادة في المرتبة الأولى. الآن أنت تفتخر كقطري لما تروح أي مباراة في الدوري ولا في كأس العرب وتشوف سيدي سمو الأمير أول الموجودين هو وعياله، تشوف سمو الأمير الوالد الله يعطي الصحة والعافية موجود، سمو الشيخ خبوزة رغم مشاغلها ومناصبها العالمية والجامعات اللي هي مسؤولة عنها وقطر فونديشن تكون موجودة، هذه كلها يعطي الشعب حافز، إذا أنت يعني القمة والقدوة هذا اللي هم موجودين قدامك، فإيش المطلوب منك أنت؟ أكيد أنك أنت لازم تعطي كثرهم 10 مرات لأن هذه القيادة، إذا القيادة كانت في هالشكل هاي فأعتقد أنه ما في عذر لأي قطري أنه يقصر تجاه الوطن، لأن دائما إحنا شعارنا أن قطر تستحق الأفضل دائما. يعني يمكن خلينا أقول أنت كنت مخطط لإصدار هذه الكتب؟ يعني لأنه ما شاهدته حقيقة يدل على هناك تخطيط يعني منذ تقديم الملف. صحيح.
شوف للأمانة والله الكتاب هاي الكتاب الثاني والكتاب الأولاني، وحين حاليا شغال على كتابين، واحد يوثق كأس آسيا من 1956 من يوم ما بدأ بأربع فرق، وحتى مونديال الإمارات اللي فازت فيه قطر المرة الأولى وحطت النجمة على صدرها، والكتاب الثاني إن شاء الله شغال في من يوم ما بدأ المونديال وكأس آسيا، وأنا شغال أجمع في المعلومات عشان أطلع الكتابين، كتاب عن كأس آسيا وكتاب يوثق كامل تاريخ كأس آسيا. ولكن أذكر بالخير أستاذي الفاضل الدكتور خالد الملة، وأيضا لا أنكر دورك أنت لما كنا في مركز قطر التراث والهوية، كيف كنا أي حدث نعمله كنا نوثقه وطلع للناس كوثيقة. يعني أصدر يمكن سوينا 10 منتديات، طلعنا 10 كتب، وهذه قل ما يحدث. يعني يمكن هذه كان الفكر، فمن هنا جاءت الفكرة أني أنا أيضا ليش ما أوثق مثل هذه الأمور. الآن أنا ابني صغير، أنا عشت الحدث، لكن هو وولده راح يشوفون الحدث هذا من خلال الكتب اللي موجودة. فهذا الكتاب راح يخلد كأس العالم، والكتاب الثاني أيضا يخلد العمل الجبار اللي قامت في قطر. يعني إحنا لما جونا خلال المونديال أهلنا وجماعتنا من السعودية من الكويت من البحرين يقولون إحنا نضيع، مو عارفين كيف نوصل كتارة وكيف نرجع على سوق واقف وكيف نروح على استاد خليفة، لأن قطر تحولت إلى مدينة ثانية، جسور وأنفاق ومباني وبنية تحتية. يعني وصلنا إلى مرحلة الصناعة في الرياضة. حاليا قطر يعني بدأت خطوة الصناعة في الرياضة، والمنشآت هذه أكيد أنها لا يعني ما بنت على أساس أنها تمحق الغبار، لكن هناك رؤية، هناك استراتيجية، هناك خطط. وأعتقد أن القادم هو الأولمبياد، وبإذن الله أن قطر قدمت أكثر من مرة. وأنت تعرف يعني هي هذا الحدث كل أربع سنوات يقام، فمش من السهولة أنك تفوز في الأولمبياد، ولكن لا بد أن يجي اليوم أن العالم يعترف بحق قطر في استضافة الأولمبياد. يمكن احنا الكتاب وخصوصا في مجال الرياضة كنا نشاط مستمر، يعني صيفا شتاء كما نقول. يعني فكيف وجدت كل هالوقت للتوثيق أولا، ومن ثم الكتابة والإخراج بهذا الشكل الفني الجميل؟ يعني صحيح بالنسبة حق التوثيق، يعني أنا ما أخفيكم أنا أصلا شغال في قسم الإعلام في وزارة الصحة أو في المؤسسة الرعاية الصحية الأولية في الفترة الصباحية، يعني يومي لغاية الساعة 2 أو الساعة 3 في الفترة الصباحية في شغل صباحي، وفي الفترة المسائية أيضا إحنا في يعني في الجريدة يمكن 11 أو 12 بالليل المباريات تتأخر. وعلاوة على ذلك الله يعطيها الصحة والعافية الوالدة يعني تعبت علينا، وكنت معها تقريبا 3 شهور في تايلند، فكانت هذه الفترة أيضا أخرت الكتاب، ولا كان يفترض الكتاب يصدر قبل، ولكن حاولت في النهاية قلت أنه خلاص يفترض أنه ما ندخل 1/1/2024 إلا الكتاب في الطباعة. والجماعة اللي معي ساعدوني، وأعتقد يعني خبرة السنين الخبرة التراكمية هي اللي ساعدتني إني كيف أرقي أفضل الصور، أفضل المواضيع اللي شد الجمهور لها. ولذلك أنا يعني يوميا تجيني كثير من الطلبات كيف نحصل الكتاب، وين نشتري الكتاب، وأقول لهم أنا دائما حاليا أنا بس في فترة الإهداءات، لو راح أهدي أنا الرياضيين القدامى والقيادات الرياضية في قطر يعني ما راح أخلص، يبيلي شهرين 3-4 لين ما أخلص. فإن شاء الله بعد ما أهديهم ممكن الكتاب يكون موجود في المكتبات أو في يعني إن شاء الله المعرض الكتاب القادم في الدوحة، وأعتقد أنه يعني بيكون في دفعة ثانية راح تكون هناك، لأن تقريبا شبه خلصت الكتب هذه بالنسبة لي كهداء. طيب يعني تكلمنا عن الكتاب الثاني، لكن خلينا نرجع للكتاب الأول ومونديال العرب، يعني نتكلم أيضا عن فكرته وأيضا الفصول اللي يحتويها. مونديال العرب أول حاجة وثقت فيه كيف فازت قطر بشرف تنظيم المونديال، تكلمت عن الملف القطري، تكلمت عن أول فريق تفتيش جي قطر قبل المفوز، لأن تتعرف لما تقدم للمونديال وقبل التصويت يجيك فرق تفتيش، وعلى حسب النقاط اللي تأخذها هل أنت تستمر أو يستبعدون الملف. بالإضافة إلى أني تكلمت عن 32 فريق اللي وصلوا لكأس العالم في قطر، وأي يعني تاريخهم وإنجازاتهم ومسيرتهم الكروية. أيضا تكلمت عن
أجمل القصص اللي كأس العالم يعني مرت على كأس العالم، مثل سرقة الكأس في بريطانيا، مثل هدف مارادونا الغير شرعي والحكم التونسي اللي كان يدير المباراة، وكيف أن مارادونا بعد كل السنين هذه راح على تونس واعتذر له وسلم التيشيرت اللي فاز فيه بكأس العالم. أيضا نطحة زيدان، يعني ورغم انه هو فرنسي ومثل المنتخب الفرنسي، ولكن الدم العربي تجري في عروقه، ولذلك هو قال اكثر مره يعني لولا انه هو جاب سيره امي ما كنت انا عملت هذه. وزيدان معروف انه لاعب خلوق، هذه طبعا يعيدنا بالموضوع للاحداث اللي صارت في مباراه العراق والاردن الاخيره. ايمن حسين من اطيب الناس ومن اكثرهم خلقا، يعني لعب معنا في قطر في ناديين في مصرال وفي المرخيه، وبعدين راح الامارات وشفنا مع العراق. ولكن انا يعني استغربت مبالغته في الاحتفال وهو عند الكرت الاصفر، واعتقد وكلف العراق الكثير هذا الكرت الاصفر. عموما نرجع للكتاب، ايضا من القصص اللي موجوده عندك اكبر اللاعبين سنا اللي هو الحضري حارس المنتخب المصري، عندك الحادثه اللي صارت مع المنتخب الكويتي وكيف الشيخ فهد الاحمد الله يرحمه نزل لارض الملعب واجبر الحكم انه يلغي الهدف الفرنسي اللي دخل في مرمى الكويت، لان فعلا كان الهدف غير شرعي وفي صافره انطلقت من المدرجات وسمحها كل اللي في الملعب ووقفوا اللاعبين الكويتيين على اساس انه في صافره. فالكثير من القصص وثقتها في المونديال الاولاني، بالاضافه الى ما قامت به قطر من يعني من اعمال من انجازات يخليها فعلا تعمل مونديال استثنائي. فالحمد لله رب العالمين وفقت فيها، وانك يعني كانت هناك اي نسيان او نقص، فاعتقد هذه يعني من عاده البشر انه يتفوتوا بعض الاشياء، لكن انا اجتهدت كثر ما اقدر، وباذن الله ان هالكتابين يكونون توثيق ويكونون اضافه للمكتبه الرياضيه، لان احنا اصلا المكتبه الرياضيه العربيه والقطريه فقيره جدا. واعتقد ان يعني توجه الصحفيين وبعض الرياضيين والقيادات الرياضيه لتاليف الكتاب راح يثري المكتبه الرياضيه في المستقبل ان شاء الله. لو استرجعنا يعني في قضيه المكتبه، يمكن راشد سليطي، راشد اللي كان يعمل خميس او راشد او خميس اللي طلع مجله راح منع صحيح الصقر، فيعني وبعد ذاك الكتاب ما صدر يعني عمل توثيقي يؤرخ لحدث، يؤرخ لظاهره في 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 المجال الرياضي. انت الان فتحت المجال للكتاب بانه ايضا يكتبون في المجال، احنا تعودنا انه ككتاب مقالاتنا اللي تنشر في الجريده نعيد طبعا حتى مرة أخرى، لكن هني ما شاء الله عمل وفي جهد كبير جدا بذلته في الكتابين. صحيح مثل ما قلت لك، يعني العمل التوثيقي قليل جدا، والمكتبات تحتاج مثل هذا التوثيق، الرياضيين يحتاجون يرجعون إلى بعض التاريخ. ما أنسى أخوي سلطان الجاسم والسادي الكبير الله يرحمه علي عيسى أبو حقب، هذه كانوا من أوائل الناس اللي وثقوا أيضا ووثقوا للرياضة، ويوم كانت الرياضة يعني حتى أقل من مستوى الهواية، ما كانت هواية، كانت حتى أقل من مستوى الهواية، لأنه يعني كانوا يدفعون للرياضة، بعكس اللاعبين الآن اللي الكثير منهم يعني بنوا أمجاد وبنوا يعني حصلوا الكثير من وراء الرياضة، لكن في ناس كانت تدفع من أجل الرياضة، كانت تدفع للملابس، تدفع للأكل، حتى تدفع للسفر. أذكر مرة كانوا يلعبون مباراة في البحرين فتحاططوا فلوس على أساس أنه يجرون لهم مركب ويسافرون للبحرين يلعبون مباراة ودي هناك ويرجعون. فيعني هذا الجيل إن شاء الله ما ننساه. وأنا أدري أن الأخ علي العلي رئيس لجنة قدام اللاعبين وعبد الله بن حمد العطية الله يعطي الصحة والعافية اللي هو الرئيس الفخري لهم، دائما ما يجيبون هاللاعبين القدامى ويكرمونهم، حتى المتوفين منهم يجيبون أولادهم يجيبون أسرهم ويكرمونهم، إن شاء الله سيرين على هالشيء. وهذه يعني أيضا يبين للجيل الجديد أن قطر ما راح تنسى أبنائها، حتى لو لا قدر الله في ناس منهم في الزمن القديم يعني تناسوهم لأي ظرف كان، ولكن ما زال يعني ما زالت الدولة تعتف بجمايلهم وما زالت تقدرهم وتقدر أسرهم. مثل ما قلنا الكتب هذه جيدة، وأتمنى أن يجون ناس أيضا ما يوثقون الأحداث بس، ولكن يوثقونها كتخصص،
يعني واحد يعني يوثق كأس العالم كحدث ثقافي، واحد كحدث اقتصادي، واحد كحدث أمني، واحد يعني يكون فيه تخصص في هالكتب. وأعتقد أن في بعض الأساتذة الكبار شغالين على مثل هذه الكتب هذه، ولأن هذا مجالهم وكل واحد في مجاله. أنا ما أقدر أقتحم هذا المجال لأنه مش تخصصي، ولكن أحاول أن أجتهد. ومن ضمن الاجتهادات أيضا مساء قلت لك عن كأس آسيا الكتابين، ولكن أيضا بعد ما أصدرت الكتاب الأول والثاني تشجعت أني أرجع أعيد أجمع مونديال العرب اللي بعد 9 سنوات قطر استضافت كأس العرب، وإن شاء الله راح تستضيفه في بداية العام القادم 2025. فإن شاء الله قبل تنطلق البطولة هذه راح يكون كأس العرب اللي استضافته قطر موجود وموثق في كتاب، لأنك أنت شفته كان أجمل بروفة لكأس العالم، ويمكن يعني بروفة لكل شيء، للملاعب، للمنشآت، دخول الجمهور، المواصلات، بيع التذاكر، الفنادق، المطارات، كل تأشيرة هيا، يعني حتى بطاقة هيا، يعني هذه مثل ما تقول فكرة قطرية إبداعية. شفنا احنا أيام كأس العالم حتى المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وبعض الدول حتى اعتبرتها تأشيرتهم، اللي يمتلك تأشيرتها يقدر يدخل أي دول من هذه الدول، ممكن يسكن عندهم ويجي الدوحة يشوف مباريات ويرجع من خلال بطاقتها. فهي فكرة إبداعية جميلة، وهذه أيضا وثقتها في الكتاب، بطاقتها ما نسيتها، خليتها، كثير من الأحداث راح تلاقيها موجودة في الكتاب هذه إن شاء الله. أنا أشار للمخرج ب يعني عندنا 3 دقائق، إذا في أي مداخلة ولا تفضلي. هنا مونديال العرب، أين هم العرب؟ العرب الذين وطأت أقدامهم ليلعبوا في هذه الملاعب كنسخة أولى من كأس العالم 2022، أين هي قصصهم؟ أين هي حكاياتهم؟ كل هذا يعني أنا أعتقد أنه لازم كان يعني ما بعرف، أنا أتساءل ما لقيت. يعني أول ما فتحت الكتاب حبيت أني أشوف المنتخبات الوطنية وأسماءهم العربية يعني حسب الاسم. هو لأنه هذا المونديال، من الصعب أن يتأهل فيه أكثر من فريق أو فريقين أو 3 فرق عربية، ولذلك من الصعب أن أتكلم عن كل الدول العربية، مش أي حد. يعني قطر اللي هي بطلة آسيا لولا أنها كانت البلد المستضيف ما كانت تأهلت للمونديال ولا وصلت للمونديال. الكثير من الدول تتمنى توصل للمونديال، العراق وصلت مرة واحدة، الكويت مرة واحدة، فالكثير من الدول يعني مصر ما تأهلت للمونديال قطر. نحن فرصة للمنتخبات الوطنية العربية إنه نلاقي مثل هذا الكتاب القيم، خاصة في قطر البلد الأول اللي صار فيها، البلد العربي الأول اللي صار فيها مونديال عالم يعني عالمي. فنحن كنا حابين يا ريت انه يكون توثيق للمنتخبات الوطنية، لانه يعني مثلا البطل الجزائر والقطر وفي ناس. مقترح جدا جميل، ولكن يمكن انا قبل دقيقتين قلت لك اللي انا ايضا تشجعني اصدار الكتابين اني اوثق مونديال العرب او كاس العرب اللي صار في الدوحه واللي فازت فيه الجزائر لو تذكرين في المباراه النهائيه. نعم، فهذه انا ايضا شغال عليها، لانه ان شاء الله راح تعود مره ثانيه كاس العرب، لانه حيكون عندنا في نهايه السنه كاس الخليج في الكويت 26، خليج 26، فقطر راح تنظمه مع بداية السنة الجديدة، ويكون الجو أيضا يعني مقارب ل يعني الجو اللي احنا عايشينه الحين في يناير أو فبراير من السنة الجاية. فهذه راح يكون فرصة إني أوثق كأس العالم، ولكن أنا لما يعني اخترت مونديال العرب هي يعني بعد ما سمو الأمير الوالد قال للعالم انه هذا المونديال هو مونديال العرب وليس مونديال قطر. كل ما كان واحد يقول له مبروك لقطر كان يقول له لا مبروك للعرب، هذا المونديال لكل العرب باسم العرب، ولذلك اخترت مونديال العرب. ولكن هو يتعلق بكأس العالم، ولكن كأس العرب ان شاء الله اوعدك اني اهديك نسخه وراح يعجبك، لان ايضا كانت فيها قصص جميله يعني من البدايه الى النهايه. انت شفت الافتتاح الجميل جدا اللي صار، والحلم العربي اللي شفناه في ارض الملعب في الافتتاح، وشفنا كيف المباراه النهائيه، شفنا كيف الجماهير اللي كانت تبحث عن جرائد
على التذاكر، شفنا كيف المنتخبات العربية. أنا يعني أستذكر المنتخب اللبناني اللي كانت نتائجه سيئة، ولكن في كل المباريات كان يحرص الجمهور أنه يدعمه، بس لأنه لابس شعار لبنان، يلبس ألوان لبنان. فهذه جميل جدا، يعني هذه ثقافة رياضية جديدة يعني ما كانت موجودة. الأول إحنا العرب بس نبحث عن نتيجة، وإذا المنتخب خسر أعتقد كان يعني يفترض اللاعب يتخبى في البيت أسبوع ما يشوفون الناس، ما يروح الزملاء. ولكن الآن صرنا خلاص، يعني مجرد وجودك أنت في هذا المحفل فأنت ترفع العلم الوطني. ولا يعني احنا شفنا المنتخب العراقي لما خسر، والاردني لما فاز، الاثنين كان الجمهور كل واحد يشيل الشعار ويقبل الشعار الفايز والخسران. فاعتقد ان كرة القدم صارت اكثر من موضوع انها لعبة تلعب بالاقدام. السحب في رافق العقابي، مبروك على هذا الانجاز الكبير، الكتاب يعني عظيم جدا. لقائك بمعالي وزير الشباب والرياضة الشيخ حمد بن خليفة، وما هو انطباعه عن الكتاب؟ طبعا سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني وزير الرياضة والشباب من الداعمين لكل مثل هذه الإصدارات، هو داعمنا وداعم الإعلام. يعني أنا في حتى في شيء يمكن ما حد يعرفه، احنا عندنا بطولة الصحافة الرمضانية القيمة ل10 سنوات، كل سنة في رمضان احنا ما الصحفي يصنع الحدث في أرض الملعب فقط في رمضان، وفي النهار كنا نلعب قبل الإفطار في صالة النادي العربي، صالة مكيفة، لأن بالليل كل واحد يروح على الملاعب السلة والطائرة واليد، فما نقدر نتجمع ونلعب إلا في النهار وإحنا صايمين. فكان أكبر الداعمين لنا كان هو يدفع قيمة الجوائز، قيمة الملابس، كل حاجة. يعني كل سنة كنا نروح لنقول له بطولة الصحافة، يقول لهم اصرفوا لهم المبلغ اللي يبونه ويعملونها. فالرجل هذا يعني إيش ما أقول في حقه قليل، وهو من الداعمين، وبإذن الله إن شاء الله راح يواصل دعمه، وواثق أن وزارة الرياضة والشباب أيضا راح تدعمني في الكتب الجاية وهذه الإصدارات، وشجع الشباب الثانيين. أيضا لا أنسى رئيس مجلس إدارة جريدة الشرق أو دار الشرق سعادة الشيخ خالد بن ثاني الثاني، اللي هو تحمل تكاليف الكتاب الأول بالكامل، يعني كان دعم مباشر وقوي لإصدار الكتاب الأول والكتاب الثاني. بداية يعني بارك الله بهذه الجهود الواضحة في العملين، لماذا لا يتم عرض، بما أن هذين العملين إن هما يوثقان لتاريخ خطر الرياضي وللعالم أيضا، لأن مونديال العالم، مونديال العرب هو مونديال العالم، وكأس العالم هو حدث عالمي، لماذا لا يتم عرض هذين الكتابين على يعني إدارة الإصدارات والترجمة لترجمة هذه الأعمال وتصبح متاحة للعالم أيضا وليس للعرب؟ والله شوف مقترح جميل جدا، ولكن سبقك في ذلك سعادة الشيخ خالد بن عبد العزيز الثاني رئيس لجنة التطوير في المؤسسة القطرية للإعلام، اللي قال لي علي هذا الكتاب، وهو يقصد فيه الكتاب الثاني، قال لي حرام يصدر بس باللغة العربية، احنا راح ندعمك وما راح نقصر معك، ولكن لازم يطلع باللغة الإنجليزية، لأن أول شيء اللغة الإنجليزية لغة عالمية، ثاني حاجة أنت حتى نسبة وتناسب لو تحسب عدد السكان في أي دولة خليجية حاليا، يمكن العرب يجون 40-35% نسبة الأسيويين وغير الأسيويين غير الناطقين باللغة العربية. فقال هذا الكتاب لازم يوثق باللغة الإنجليزية ويتوزع، وحتى احنا لما نسافر أي مكان خارج قطر نودي هذا الهداء ونراوي الناس، نقول لهم هذا المونديال اللي نظمته قطر. فبإذن الله إن شاء الله راح الكتاب يصدر للنور باللغة الإنجليزية في القريب العاجل إن شاء الله. تفضل أستاذي. كمان بدي أشكر يعني حضرتك أستاذ علي، لأنه الجهود اللي عملتها بكتابين، أنا بعرف كم من الوقت أخذ معك، وكم من البحث أخذ معك، وكم من الوقت الإضافي لحتى تقدر تعرف كل التفاصيل عن كل الفرق وإلى آخره، بهنيك كتير كتير. في سؤال صغير بدي أسأل، كم من الوقت أخذ معك هذا التوثيق؟ هذا التوثيق أخذ مني سنة كاملة. نعم، يعني من نهاية البطولة في 18 ديسمبر 2022 إلى تقريبا 18 ديسمبر 2023، ودخلتها للمطابع. ولكن كان حظي موضوع الإجازات وموضوع رأس السنة وموضوع إجازات العمال وكذا، فيمكن الكتاب صدر في 1 أو 2 من 2024، ولكني دشنته في المطبعة في 2023 بشهادة الأخ جاسم الحردان اللي هو مدير مطابعة الراية، أخ هو مفوض الكشاف القطري، وأخ فاضل
ويعني عمل في مدير مطبعة سباير، وقبلها كان مدير مطبعة وزارة التربية والتعليم، وهو أيضا يعني رعاني كثير في الموضوع، لأن زي ما قلت لك حاليا موضوع الطباعة مكلفة جدا وأسعارها مكلفة، ولكن الحمد لله يعني الكل متعاون، وهذه ديدر قطر. مثل ما قلت لك أنه قطر الجميل اللي فيها أنك أنت تحصل التعاون من الكل، وتحصل الموافقات والقرارات من أقصر الطرق، من أقصر الطرق. يعني تخيل كتاب 400 صفحة الأخت شو اسمها اللي في المطبوعات والنشر مع الأخ مبارك الخليفة، لا الغرير شو اسمها اللي هي نعم. المهم يعني قلت لها مستعجل، فقالت لي اسبوع، قلت لها اسبوع وايد، قالت لي علق الاسبوع يعني 5 أيام عمل، قلت لها اوكي 5 أيام عمل. ففي اخر يوم عمل يوم الخميس كانت الموافقه وصل للمطبعه انه اطبعوا الكتاب. فانت تخيل 500 صفحه في 5 أيام تاخذ الموافقه، شيء يعني ممتاز جدا. معناته هذه يمكن ما نام اللي خذ الكتاب يراجعه، ما نام يمكن ذيك في ال5 أيام هذه. فالحمد لله رب العالمين دائما الامور تتسهل. يعني يعني راح يسجل لك استاذ علي، اول شخص، اول انسان يكتب عنه حدث العالمي اللي هو المونديال قطر. والله والله لي الشرف، ومهما عملنا هذه اقل شيء نعمله، وباذن الله ان شاء الله نواصل في التوثيق، ونواصل في العمل الرياضي كثر ما نقدر، لكن التوثيق هذا هو اللي يبقى، وباذن الله ان شاء الله نستمر. واتمنى في قطر كثير من اخواني الصحفيين والاعلاميين اللي عندهم القدره، ولكن اتمنى بس تكون عندهم المبادره او البدايه، ولكن الكثير من الاقلام الجميله، الاقلام الرياضيه الانيقه اللي تقدر تكتب وتوثق، ولكن ما ادري ايش اللي يمنعها، يمكن لهو الحياه والوظيفه، لان ما في قطر صحفي محترف، كلنا تقريبا هو الكل هو، لان كل واحد عنده عمل رسمي وعنده عمل غير رسمي اللي هو الصحافه. فان شاء الله انهم يبدؤون في توثيق مثل هذه الاحداث الكبيره. شكرا استاذ علي، اهنيك على هذا الاصدار، مبروك. صراحه فخوره بهالعمل. تصفحت الكتاب فيه جميع الذكريات اللي مرت علينا من هالمترو واشياء وايد. سؤالي كان نفس سؤال الدكتور بس جاوبت عليه، اتمنى انه يكون باللغه الانجليزيه، ضروري جدا علشان ينتشر ان شاء الله. اول حاجه اشكرك ان شاء الله. والله شوفي، اول حاجه اشكرك على الحضور، مجرد وجودك هنا هذا اعتبره دعم، ودعم كبير مش دعم عادي. اي نعم، واكيد ان مقترحك جدا ممتاز، سواء يعني للغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه او اي لغه من لغات العالم. انا حتى اذكر اخوي جمال فايز تفاجئ ان بعض القصص اللي كانوا مسويها هم خذوها وترجموها للغه الروسيه واللغه الاذربيجانيه وكذا لغه، وكانوا يتصلون فيه ويرون العمل بلغاتهم. فيعني الثقافه هي الثقافه هي واحده، ما تعرف ما لها جنسيه. يعني ثقافه القراءه، ثقافه الاكل، ثقافه اللبس، ثقافه الفنون. احنا نتفاجئ ان هذا الفن اللي نعتقد انه هو فن عربي فجاه يطلع فن اسيوي ولا فن افريقي، ونفس الشيء نشوف عنده بعض الفنون الا هذه. فاعتقد انه الثقافه هذه توحد العالم. كل بلد، كل شعب له هويه. قطر ايضا لها هويه، وفي قطر تقريبا على حسب احصائيات الجوازات تقريبا 200 جنسيه موجوده، 200 جنسيه يعني 200 هويه موجوده في قطر. لا القطريين استبعدوا هذه الهويات او حجبوها ولا ذابوا فيها ولا افرضوا هويتهم على هذه الجنسيات، ولكن تتعايش الهويات مع بعض، ناخذ منهم ونعطيهم. ولذلك انت شايف احنا يعني حتى لما نقول كروه ولا لما نقول فزعه، كانت سيارات النجده اسمها الفزعه، كانت اسمها النجده، سميناها الفزعه وسميناها الاخويه. يعني حافظنا على اسامي البيره، كانت هي جمعيات، كانت جمعيه عاديه مثل اي جمعيه اخرى، لكن لما سميها البيره اللي هي الواحد يبير البيت ذيك الايام يروح يجيب المونه الشهريه للبيت. فلذلك حتى صلتك وحتى بيبه، ويعني كثير من والريل، كثير من الكلمات قطر حاولت يعني تبرزها انها ما تندثر، ولكن ايضا لم تستبعد اي هويه، بالعكس استوعبنا كل الهويات، وفي نفس الوقت
يعني قدم له هويتنا بشكل جميل للعالم. حتى سيدي سمو أمير البلاد الوفد عندما فرض على الطلاب في المدارس أنهم يلبسون الزي القطري أو الثوب القطري، لأنه لولا هذا القرار أعتقد كنا صرنا الحين شبابنا وعيالنا اللي نفتخر فيهم نشوفهم في الملاعب في الشوارع بالزي القطري، يمكن هذيل كانوا نسوا شيء اسمه ثوب ونسوا شيء اسمه قطر وعقال، لأن هذا التبدل وهذا التحضر وهذا شيء في زي الصحافة والسوشيال ميديا اللي الحين مكتسح حتى الصحافة الورقية وكل حاجة، لأن خلاص هذا زمنهم ما تقدر يا تمشي يعني زي النخلة. أحيانا لما يجي لما الرياح تكون شديدة يا تنحني النخلة شوي عشان ترجع توقف أو تنكسر، فأحيانا لما تيجيك مثل هالموجات هذه لازم شوي أنك تنحني تمشي معاها وما توقف وجهها، لو وقفت وجهها راح تأخذك وتمشي. فأعتقد أنا كثرت بالكلام وآسف يعني على الإطالة، ولكن الحمد لله رب العالمين تشرفت بهالوجوه الطيبة، وإن شاء الله نلتقي في أقرب وقت في ومع الأستاذ صالح. طبعا ترى هو رياضي عريق وقديم وحتى عياله وخوال عياله ما شاء الله من يعني المبدعين من الناس المؤسسين للرياضة، ولو عرباوي مثلي ولكن يعني عريق إن شاء الله. طبعا يعني أنا بس كنت أقول شيء في نهاية الجلسة هذه كلها، إذا أسمح للأستاذ صالح، جيلي وجيل الأستاذ صالح يعني إذا كان في واحد في الفريج يعرف يكتب أو يقرأ أو يعني بالكبارين أقصد يعني إذا أب ولا أم يكون درس القرآن الكريم ولا حفظ القرآن من خلال القرآن الكريم، ولا إحنا جيل أبهاتنا أميين أبهاتنا أميين، ولكن الوالد الله يرحمه كنت أذكر دائما يقول لي جيب الجريدة واختار لي خبر وقراه، وهو ما يعرف يقرأ، ويجيب أخوي بعد الغداء يقول لي اختار أي خبر وقراه، وهو ما يعرف إيش الأخبار الموجودة، بس كان ينبي فينا موضوع القراية. أمي الله يذكرها بالخير وحتى جدتي يمكن هي خذتها من جدتها كانت تقول لنا قصص، نيجي بعد أسبوع أسبوعين نقولها عيد لنا القصة الفلانية، تعيدها لنا وتضيف عليها وتألف عليها، يعني فكنا نحس أن هاي أمي وأبوي ما يعرفون يقرون ولا يكتبون لكن يعرفون كل شيء في الدنيا، لأن كل ما تقول لي عن قصة تضيف عليها أحداث جديدة ما كانت موجودة في هذه، فهي يبين لك أن كان في أفق واسع عندهم، كان في إدراك واسع. فالثقافة ليست فقط من يقرأ ويكتب، لا، الثقافة الإنسان اللي يعرف أمور الدنيا واللي يحاول يتعلم من أي درس يصادف في الدنيا. فلذلك إحنا أولادنا يعني من آباء وأمهات أميين، ولكن أعتقد كانوا مش مدارس، كانوا جامعات بالنسبة لنا. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. وصلنا في نهاية هذه الجلسة إلى هذا الكلام الطيب من الأستاذ علي، وإن شاء الله نشوفه في الكتاب القادم والكتب اللاحقة لما خلاص يبدأ الواحد خط الطباعة فيستمر فيها. نبارك لك هذا الإصدار ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ويعني سعدنا بك في بين دفتي كتاب أنه إحنا نناقش هذا الكتابين اللي يتماشون أيضا مع الحدث اللي حادث الآن، ونسأل الله التوفيق لك وإن شاء الله نشوفك في جلسة قادمة. شكرا جزيلا. شكرا.